تحية لكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في هذه التغطية المباشرة التي نبداها بالملف الليبي. اليوم تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء لاسر الضحايا من المواطنين المتوفيين في ليبيا جراء الاعصار والفيضانات، موجها بتوفير اعانات عاجلة لاسر الضحايا. جاء ذلك خلال حضور السيد الرئيس السيسي لاستضافة معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الليبيين، حيث وجه بتجهيز حاملة الطائرات المسترال للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أي أعباء. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء بدولة ليبيا، وذلك بنطاق المنطقة المركزية العسكرية، وبحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم. تقوم العلاقات الدولية على أساس المصالح المشتركة بين الدول بعضها البعض، لكن تلك المصالح تتنحى جانبا حينما يتعلق الأمر بالأشقاء، فتسمو قيم الوفاء وتعلو معاني الإخاء خاصة في أوقات الكوارث والأزمات. وقد استيقظنا خلال الأيام الماضية على خبرين مؤلمين من تعرض دولتين عربيتين شقيقتين لأزمتين مختلفتين جعلتا مصر تهرع لتقديم يد المساعدة لنجدة الأشقاء. ستبقى مصر رغم كل الظروف قبلة العرب، حاضنة لهم بشعبها وجيشها في الملمات قبل أوقات الفرح. وقد استمع السيد الرئيس لشرح مفصل عن معدات الدعم والإغاثة. على يمين نقطة المشاهدة تصطف 50 عربة إسعاف، بينهم 20 عربة فرن وجهزة عناية مركزة، بالإضافة إلى 30 عربة جازل للإخلاء الطبي أمام نقطة المشاهدة. وإلى اليمين تصطف 50 عربة حاوية محملة بمستشفى ميداني، بالإضافة إلى الاحتياجات الطبية أمام نقطة المشاهدة. وعلى يسار ويمين قاعدة العلم تصطف 120 معدة هندسية للمساهمة في إزالة الآثار الناتجة عن الكوارث الطبيعية. وإلى اليسار تصطف 100 عربة حاوية محملة بالاحتياجات الإدارية من المهمات والتعيينات بحمولة تقدر 1000 طن. على يسار نقطة المشاهدة تصطف عربات ناقلات الأتربة وناقلات المعدات، بالإضافة إلى ماكينات الكهرباء بالأحجام والطاقات المختلفة ومجموعات روافع المياه. انتهى. كما شاهد أيضا عبر تقنية الفيديو كونفرنس اصطفاف المعدات والمساعدات الإنسانية بنطاق المنطقة الغربية العسكرية. وكان الفريق أول محمد زكي قد ألقى كلمة أكد فيها جاهزية القوات المسلحة لتطويع إمكاناتها لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في ليبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ترتبط مصر تاريخيا بأشقائها العرب بروابط الدين واللغة والدم، وقد تعرضت دولة ليبيا الشقيقة خلال الأيام الماضية لإعصار مدمر خلف وراءه العديد من الضحايا وتسبب في حدوث حالة من الحزن العارم في كافة أرجاء المدن الليبية. ومنذ اللحظة الأولى لحدوث هذه الكارثة وجهت سيادتكم بسرعة تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للشعب الليبي الشقيق، فسارعت كافة أجهزة الدولة المصرية لتقديم يد العون والمساعدة للشقاء، وعلى رأس تلك الأجهزة القوات المسلحة التي وضعت كافة إمكانياتها البحرية والجوية والبرية لنجدة إخواننا والتخفيف من آلامهم ومساعدتهم على تجاوز تلك الأزمة.
احنا وطبقا لتوجيهات سيادتك امبارح كان لنا سرعة التحرك في استلام وعودة جميع الجسامين المصريين التي توفاهم الله نتيجة هذه الأزمة وعودتهم إلى الأمراض المصرية، وتم تسليمهم إلى زاويهم بالأمس بالتعاون مع كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية، ونتمنى الله جميع المصابين الشفاء العاجل إن شاء الله. هذا وقد أعرب السيد الرئيس عن خالص تعازيه في ضحايا الكارثة الإنسانية في ليبيا والمغرب، مؤكدا تضامن مصر وتكاتفها مع الأشقاء في ضوء ما يجمع الدول العربية من العلاقات التاريخية وأواصر الإخاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن احنا نعزي مرة تانية أشقائنا في المملكة المغربية وأشقائنا في ليبيا، وكمان أقدم التعازي لمواطنينا في مصر الذين فقدوا في حدث الحدث في مدينة درنة والمناطق الليبية اللي تعرضت للسيل. زي ما تقال دلوقتي أن الجسامين لأبنائنا وتقديم الرعاية الصحية للمصابين، تعزية لمواطنينا وأسرهم في فقدانهم لزويهم، وأيضا تمني الشفاء للمصابين. أرجو أن نرتب لهم بالتنسيق طبعا مع وزارة التضامن ونشوف إيه اللي ممكن نعمله مع أسرهم عشان شكل من أشكال الدعم والمساندة. مش هنسى أن أنا أشكر القوات المسلحة على والدولة المصرية بجميع أجهزتها على الجهد اللي تم خلال اليومين دول وأعمال التنسيق اللي تمت مع أشقائنا سواء في المملكة المغربية أو في دولة ليبيا. لكن طبعا إحنا يعني لما بيكون بنعمل أعمال التنسيق طبقا لنتائج هذا التنسيق بنبتدي نرتب نفسينا. أنا متصور أن طقم الإنقاذ بتاعتنا تبقى متوقعة أن يبقى فيه تحت جسامين ناس، وده والشق الفني من الموضوع أن أطقم البحث والإنقاذ اللي هتقوم بالموضوع دوت محتاجة تبقى تراعي ده إذا كان في جهد من القوات البحرية لصالح الناس اللي سقطت أو الجسامين. الكلام ده طبعا أشقائنا في ليبيا برضو قالوا أنه في جسامين كثيرة أو في مفقودين كتير سقطوا في البحر. بشكركم على أن طبعا المنطقة الغربية أقرب حاجة للحدود الليبية، وبالتالي أن احنا لو في معسكر أو اثنين أو ثلاثة مع أشقائنا، لأن العدد اللي هم فقدوا المساكن بتاعتهم عدد ضخم، وأكيد يعني هم بيتقال فيه أكتر من 20-30 ألف بدون مأوى، فاحنا مع أشقائنا في ليبيا نساهم معهم بقدر الإمكان في إيجاد هذه المعسكرات خلال هذه المرحلة الصعبة. لكن الإجراء العاجل دلوقتي أن احنا نخفف ما أمكن من الآثار الناتجة عندي سواء بفتح الطرق والمعابر اللي ممكن تخلي حركة الحركة داخل المدينة أو للمدينة سهل، ثم طبعا عملية إغاثة أو يعني انتشال الضحايا من تحت المباني اللي دمرت أو اللي ممكن يكونوا وقعوا في البحر. مش عايز أطيل عليكم، أنا بشكركم وأنا كنت متوقع كده، واحنا نأكد ان كل شيء بيتعمل هنا بيبقى طبقا لتصور وتخطيط، يبقى ده الشكل اللي دايما بنتحرك به. انا بتكلم ان احنا مستعدين دايما، اطقم الانقاذ المدربة بمعدات متقدمة، ده امر احنا برضو بنعمله وبنفكر فيه وشغالين بيه عشان نحدث المعدات اللي عندنا بما تلائم مع التطور اللي حصل في الموضوع. ربنا ما يجيبش شر ابدا، ولكن يعني لابد هي الناس تبقى أو الدول تبقى مستعدية للتعامل مع الأقدار اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكتبها. يعني أنا مرة تانية بشكركم وبشكر الدولة وبعزي أسرنا المصرية اللي فقدت زويهم، وإحنا متابعين الموقف هناك، وأي انتشال لجثث لمصريين إحنا هنقوم طبعا بسرعة نقلهم إلى زويهم، ويمكن في إجراءات بتتعمل بما متاح لدينا من بيانات، ولو في أي حاجة تانية برضو هنبقى بسرعة. والمصابين على المستشفيات سواء كان المستشفى الميداني دي أو المستشفى اللي موجودة في حمالة الطائرات مستر، وإحنا قصدنا نبعت معدة قادرة على أن هي تدير أزمة من غير ما يكون عبء على الدولة المضيفة. أتمنى أن احنا نقدم لأشقائنا الدعم
ونتمنى لهم ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يتجاوزوا هذه الازمه الكبيره. بشكركم مره ثانيه، متشكرين، شكرا جزيلا. هاتفيا سيادة اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي. سيادة اللواء تحياتي لك أولا، وكيف هي الأوضاع في ليبيا حاليا، وما هي أو ما هو أوجه الدعم الذي يحتاجه الشعب الليبي في هذه المرحلة؟ أولا أتقدم بحضرة تعازي طبعا لأشقائنا أيضا في مصر ممن فقدوا ذويهم طبعا، وطبعا بالإضافة إلى أن نحن نعزي أنفسنا في هذا المصاب الجلل الذي يتفاقم لحظة بعد أخرى. الحقيقة أن الأعداد يعني فاقت توقعات، أصبحت يعني تتزايد بشكل كبير نتيجة المفقودين الذين بدأ يعني إنقاذهم من تحت الأنقاض، أو الذين أخرجوا كجثة من البحر. يعني نتحدث عن أكثر عن حوالي 28 ألف تقريبا بين يعني الذين تلعتهم المياه أو الذين تحت الأنقاض. للأسف الكارثة طبعا كبيرة جدا، الجهود متضاعفة مضاعفة. طبعا ما يحتاجه الآن الموقف هو فرق الإنقاذ، فرق البحث، فتح الطرق، العمل على انتشال الجثث والبحث عنهم تحت الأنقاض من خلال الوسائل المختلفة. نشكر طبعا بكل صدق معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعته الشخصية، وهذا ليس غريب على مصر شعبا وقيادة. المصير طبعا واحد ومشترك. لا شك أنكم تتابعون أن هناك تغير مناخي في المنطقة للأسف يجب أن نعد له، خصوصا في السنوات المقبلة. يعني المنطقة بدأت لأول مرة تحدث كارثة مثل هذا في ليبيا، وصلت حجم المياه بشكل يعني إلى رقم رهيب في يوم واحد، ما يمكن أن يسقط في خلال سنة كاملة. انفجار السد طبعا نتيجة البنية التحتية أصلا كانت معدة لأمطار بالمقياس المعروف السنوي، ولم يكن بهذا الشكل الذي يعني حصل، وكان أكبر من كل التوقعات الحقيقة. ما تحتاجه الآن الموقف الحمد لله يعني بحكم الخبرة لدى كثير من الدول، منها مصر التي تشكل قواتها المسلحة وبعض المؤسسات التي ساهمت في أن تعمل على أن تدفع بالمتخصصين في هذا المجال اللي هم التفادي البشرية وأيضا الهندسة والقوات الخاصة لطبيعة الحدث، لأن هذا يحتاج إلى تخصص وعمل منظم وعلمي، وليس مجرد يعني مجموعات تعمل بدون أن يكون هناك عمل منظم ومتخصص. الحمد لله يعني هذه الوقفة من عدد من الدول، بالإضافة إلى الوقفة الداخلية اللحمة الوطنية التي شاهدناها، يعني في الحقيقة تدافع شباب بعدد كبير جدا من كل المناطق، وفروا كل ما يلزم من حيث الإغاثة وشؤون الاحتياجات أو الاحتياجات المختلفة. لكن ما يخص الأشياء ذات التخصص بالتأكيد تحتاج إلى خبرة وتحتاج إلى تدريب وتحتاج إلى أنواع معينة من الأعداد. الحمد لله ما تم إرسالها من مصر وأيضا من بعض الدول، بالإضافة إلى القوات المسلحة الليبية التي يعني دفعت بكل الاحتياجات الخاصة نظرا لطبيعة الآليات التي تعمل في المنطقة. هناك مناطق طينية الحقيقة، هناك طرق أقفلت تماما بالصخور وبالأحجار وبالمباني، هناك يعني كتل إسمنتية بكل تأكيد تحتها بشر. يعني كل هذه الأمور بالتأكيد يجب أن يتعامل معها متخصصين. نعم. والحمد لله يعني لا زال العمل مستمر في هذا الجانب، يعني
نتائج نهائية لابد أن تظهر بعد أن يتم يعني الانتهاء من الأعمال المستمرة حتى الآن، يعني العمل ليل ونهار لا يتوقف. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي. تغطيتنا مستمرة ونناقش في الجزء المتبقي منها موضوعا آخر، نناقش القمة التي جمعت اليوم بين الرئيس الروسي ورئيس كوريا الشمالية. هذه هي أو هذا هو اللقاء الثاني، آخر لقاء كان في عام 2019 مع ردود وتخوفات أمريكية وغربية إزاء توقيت هذا اللقاء، وأيضا مخرجات هذا اللقاء التي نناقشها من أكثر من زاوية، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. توترات متلاحقة في العالم تصاعد من المخاوف بشأن نشوب حرب باردة، هذه المرة بسبب زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا، فالمخاوف تنتاب الدول الغربية خشية تزويد بيونغ يانغ لموسكو بأسلحة يمكن استخدامها في الحرب الدامية التي تدور رحاها بين القوات الروسية والأوكرانية منذ فبراير 2022 لتعويض ما فقدته ترسانة السلاح الروسية خلال الحرب. ومما يعزز المخاوف الغربية في هذا الصدد أن الزعيم الكوري يرافقه خلال زيارته لروسيا وفدا عسكريا رفيع المستوى ويشارك فيه مدير إدارة تصنيع الذخائر. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال لقائه الزعيم الكوري الشمالي في قاعدة فوستوتشيني الفضائية إن روسيا ستساعد كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية فضلا عن إمدادات أسلحة. كيم جونغ أون من جانبه أكد للرئيس بوتين أنه سيضع العلاقات مع روسيا على رأس الأولويات، مشيرا إلى دعمه لموسكو في حربها ضد الغرب. روسيا ستسعى في المحادثات على الأرجح للحصول على قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية التي تريد في المقابل تكنولوجيا متطورة للأقمار الاصطناعية والغواصات العاملة بالطاقة النووية. وبالتزامن مع زيارة كيم لروسيا أطلقت بيونغ يانغ صاروخين باليستيين في اختبار جديد ينتهك العقوبات. ومعنا اليوم في الاستوديو الأستاذة نوران عوضين الباحثة بالمركز المصري للفكر. أستاذة نوران أهلا بك معنا في هذه التغطية المباشرة، ولكن دعيني أولا أسألك عن العناوين الرئيسية أو المعاني التي يحملها هذا اللقاء. يعني زي ما ذكر في التقرير ده اللقاء الثاني للرئيس الروسي مع نظيره الكوري الشمالي منذ عام 2019، وبشكل عام بتعكس الزيارة أو القمة تحول في السياسة الخارجية لكلا البلدين إزاء بعضهم البعض. فروسيا من جانبها كانت حتى يعني منذ فترة قريبة كانت بتدعم العقوبات الأممية اللي بتصدر ضد كوريا الشمالية نتيجة إطلاقها صواريخ باليستية أو تعزيزها للبرنامج النووي. لكن نتيجة لوقائع وتطورات الحرب في أوكرانيا ومتطلبات أخرى تابعة لكوريا الشمالية اتجه البلدين نحو تعزيز علاقتهم. بالنسبة لكوريا الشمالية في الزيارة أو القمة مع بوتين بتعكس أيضا تحول متعلق بالتخلي عن سياستها المتعلقة باتجاهها نحو التطبيع مع الولايات المتحدة. على مدار 30 سنة كانت بيونغ يانغ بتسعى للتطبيع مع الولايات المتحدة، وبالفعل كانت خلال الفترة من 2012 لحد 2019 اتخذت عدة إجراءات من شأنها يعني معالجة برنامجها النووي. ده كان لتحسين العلاقة مع الولايات المتحدة. ولكن حتى بعد فشل قمة هانوي اللي كانت عقدت ما بين الرئيس كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي السابق ترامب في هانوي، وكمان اتجاه كوريا الشمالية ان هي تعلن استمرارها في دعم برنامجها الباليستي والنووي، كانت ما زالت تأمل في استعادة العلاقة او التطبيع مع الولايات المتحدة.
وده بيتدلل عليه من التصريحات اللي كانت بتصدر عن بيونج يانج بان سياسه التطبيع مع الولايات المتحده القائمه منذ عام 1990 لا يزال يتم العمل بها. لكن من اي ناحيه يتم العمل بها؟ من اي ناحيه؟ يعني اي شواهد يمكن ان تعطينا بعض المؤشرات انه كوريا الشماليه لديها من الانفتاح انها يعني تتعامل مع الولايات المتحده بشكل تطبيعي زي ما حضرتك بتقول؟ يعني هي كانت بتحاول ان هي بتتبع استراتيجيه الضغط ان انا هضغط في مسار ان الولايات المتحده تتجه نحو التسويه معايا، ان هي تتجه نحو معالجه الامور اللي انا بثيرها. لكن في المقابل يعني بحلول اغسطس 2021 استشعر الرئيس الكوري الشمالي ان الاداره الجديده للولايات المتحده لا تتجه لاجراء حوار مع بيونج يانج، ولذلك كان القرار بتوجيه الدفه نحو موسكو وبكين، وبالتالي اصدرت تصريحات ومواقف داعمه للمطالبات مثلا الروسيه في جزر الكوري المتنازع عليها مع اليابان، وأدت تضامنها مع الموقف الصيني بشان تايوان. وبالعلاقات مع روسيا اتجهت ان هي تطور علاقتها، ومثلا كان في يوليو الماضي كان وزير الدفاع الروسي كان في زياره لكوريا الشماليه، وتم الحديث على صفقات اسلحه برضو واتجاه روسيا نحو استيراد، يعني اتجاه روسيا نحو استيراد مجموعه من الاسلحه الهجوميه من ناحيه كوريا الشماليه، بغض النظر ان الطرفين نفوا لاحقا هذا الامر او مثل هذا التعاون. لكن الزياره في الوقت ده كان اجراها شويجو، كانت بمناسبه الاحتفال بالذكرى السبعين لتاسيس كوريا الشماليه، كان في نفس الوقت كان اجرى جوله تفقديه لمصانع الاسلحه الكوريا الشماليه والمسار التحديث الخاص بالاسلحه. وبعد هذه الزياره اجرى الرئيس الكوري جوله تفقديه بمصانع الاسلحه، ويعني قدر الخبراء ان هذه الجوله كانت بتهدف لتشجيع تلك المصانع لتحديث قدراتها بغرض تصديرها للجانب الروسي. طيب اذا كانت روسيا بتسعى من هذا، اولا يعني هل هو السعي نحو استيراد سلاح من كوريا الشمالية كمنفذ آخر في وقت بتستمر فيه روسيا في حربها في أوكرانيا، ولا أيضا هناك يعني رمزية سياسية لإظهار القوة وتحالف جديد صريح واضح أمام الغرب من خلال هذا اللقاء الذي ربما تتبعه لقاءات أخرى؟ بالضبط، ده سبب أيضا من ضمن الأسباب. يعني روسيا بتحاول أن هي توسع نطاق الدول المتوافقة أو الداعمة لقرارها بالحرب على أوكرانيا، وكوريا الشمالية من ناحيتها أدت دعمها الكامل للتحرك الروسي في أوكرانيا، وألقت باللوم على الولايات المتحدة إن روسيا عندما أقدمت على الحرب كان بسبب إحساسها بالمخاطر الأمني الناتج عن توسع الناتو وما إلى ذلك. فبالتالي هنا التحرك الروسي كان متعلق بتوسيع نطاق الدول الداعمة لموقفها، وأيضا فتح منفذ جديد لاستيراد الذخيرة اللي بتحتاج إليها حاليا روسيا في عملياتها العسكرية أو في حربها الجارية في أوكرانيا. وده نابع من مسألة العملية، طبيعة العملية العسكرية اللي بتقوم بها روسيا حاليا. روسيا حاليا بتعتمد على التقدم البطيء في مسار العمليه لاستنزاف الطرف الاخر واطاله امد الحرب بقدر الامكان، وفي نفس الوقت دي استراتيجيه الطرف الاخر ايضا استنزاف روسيا في بالزبط. المقابل واطاله امد الحرب بالضبط الى ان يقوم اي من الطرفين بحسم المعركه، يعني يحصل تحول ما بامكانه حسم المعركه. طب الحصول على ذخيره او سلاح من كوريا الشماليه، هل من اليسير لهذه العملية التجارية أن تتم وسط إجراءات عقابية؟ يعني كوريا الشمالية بتعتبر معزولة عن العالم بسبب العقوبات الغربية، أيضا روسيا تشملها وتطالها هذه العقوبات، هل هناك سهولة لهكذا صفقات من السلاح في هذا التوقيت؟ مسألة التبادل ممكن يتم ازاي، دي حاجة ممكن تكون يعني يتم مناقشتها من الشق العسكري، لكن من ناحية ان الصفقة ممكن تتم، الاجتماع انتهى الى ان مفيش بيان واضح بخصوص صفقة اسلحة قادمة، لكن الموضوع ممكن يكون تم يعني بالفعل بشكل سري.
الطرفين زي ما حضرتك اشرتي خاضعين لعقوبات دوليه، لكن الاشاره هنا يعني الجدير بالذكر ان الاثنين قادرين على تجاوز العقوبات الدوليه، والروسيا سابقه في التعاون مع ايران اللي عندها ايضا عقوبات دوليه، فبالتالي مساله استيراد ذخيره او استيراد اسلحه او طائرات بدون طيار من كوريا الشماليه هو ليس من الامر الغير متوقع، يعني الغير متوقع لا بالعكس هو امر متوقع، وممكن تتجه في روسيا قدما في هذا المسار، خصوصا ان هي بتعتمد ايضا في معركتها على قوه نيران المدفعيه اللي تحتاج بشكل متجدد ومكثف للذخائر بشكل قدره صناعيه دفاعيه الخاصه بروسيا لم تستطع مواكبتها، فبالتالي احلال ده بالذخائر الكوريه الشماليه امر مجدي بالنسبه لها في معركتها، بالاضافه لده ان التكنولوجيا اللي تعتمد عليها كوريا الشماليه في تصنيع اسلحتها لا زال تعتمد على التكنولوجيا السوفيتيه، فبالتالي هيكون من اليسير على استخدامها ودمجها في اسلحتها ومنظومتها من كوريا الشماليه. لكن هل ده يؤسس لفكره الغرب بانه القدره العسكريه الروسيه تتراجع، وده اللي بيضطرها ان هي تجد حلفاء جدد لاستيراد سلاح، ولا هي مجرد بس احتياج للذخيرة المستمرة بينما السلاح الروسي أو القوى العسكرية الروسية ثابتة؟ يعني ممكن نقول بشكل مباشر ان ده جزء من الدعايه الغربيه ان روسيا بتتراجع لدرجه ان هي بتحتاج من كوريا الشماليه اللي ممكن نقول عليها يعني شريك صغير اسلحه من او ذخيره غير يعني لتلبيه الاحتياجات الروسيه. لكن لو نظرنا للموضوع بشكل اوسع او من ناحيه وجهه النظر الروسيه سنجد ان مثلا في منذ اشهر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الامن القومي الروسي والرئيس السابق كان صرح بان الجيش الروسي لم يستخدم بعد كل قدراته الهجوميه في اوكرانيا، وان ما زال هناك بعض المواقع في خطط الضرب الروسيه، بس الوقت للقرار لسه لم يحن. فبالتالي من جانب روسيا بيتم الترويج ان مش كل قدراتي تم استخدامها في اوكرانيا، وبالتالي انا ممكن اطور الهجوم بس انا لسه بعتمد على مساله السير البطيء للعمليات. ده جزء. الجزء الثاني من ناحيه كوريا الشماليه فان هي باقدامها على التعاون العسكري وتوطيد تعاونها مع روسيا فهي بتتجه هنا لمساله تجنب العزله الدوليه في جانب، بتحاول ان هي تضخ شريان حياه اقتصادي لاقتصادها المتراجع بفعل الاغلاق الصارم اللي كان بيتبعه الرئيس الكوري الشمالي منذ فتره وباء كورونا، زائد ان هو كان يعني من المتوقع يعني ان كانت المناقشات تطرقت لمساله امداد كوريا الشماليه بالغذاء وبالطاقه اللي بتعاني منها يعني من نقص منها داخل ارجاء الدوله يعني. زائد ان كوريا الشماليه من ناحيه وممكن تتفق فيها روسيا معاها ان هي على استعداد امداد روسيا بالعماله اللي بتعاني روسيا فيها بالنقص. العماله دي مش خبراء عسكريين، مش عسكريين من كوريا الشماليه، وانما عمال يعني عليهم مهمه اعاده انشاء او اعاده اعمار المنشات المتضرره في روسيا. فبالتالي الموضوع ذو منفعة متبادلة بغض النظر عن الترويج الغربي لمسار التعاون الروسي الكوري الشمالي. طيب في احتياج كوريا الشمالية إلى بعض الأغذية نتيجة الحصار أو العقوبات المفروضة، هي إيه المصادر الأخرى اللي بتعتمد عليها كوريا الشمالية، خاصة وإنه طريق العقوبات الدولية المفروضة عليها طويل؟ يعني هي تفتح قنوات اتصال مع روسيا، لكن من هم الحلفاء المباشرين لكوريا الشمالية لتعويض هذا النقص نتيجة العقوبات في الوقت يعني الحالي؟ هو مش حلفاء، ممكن نسميهم شركاء. شركاء بالأساس هتكون الصين. الصين اوريدي ليها تعاون اقتصادي يعني متنامي مع كوريا الشمالية، طبعا مش بالقوة الكافية المماثلة ليها مع أي دولة أوروبية أو حتى مع روسيا يعني، بس في مراحل معقولة يعني مرحلة التعاون الاقتصادي بينهم بتكفل بشكل معقول استمرار العملية الاقتصادية أو الحياة الاقتصادية في كوريا الشمالية.
فبالتالي ممكن يكون مصدر آخر لتلبية الاحتياجات لكوريا الشمالية من مسائل الغذاء على وجه التحديد ممكن تكون من جانب الصين. والصين أعربت عن يعني حتى تقريبا بالأمس عن اتجاهها نحو يعني توطيد وتعميق علاقتها مع كوريا الشمالية، بس من غير تحديد إذا كان هيكون في قمة مقبلة ما بين الرئيس الصيني مع رئيس كوريا الشمالية. هنا برضو التعاون الصيني مع كوريا الشمالية هيكون محكوم بشأن إن هو الصين لن تمضي قدما في التعاون مع كوريا الشمالية بشكل ممكن ترى الدول الحليفة لها أو المتقاربة معاها خطر أو تهديد لها، زائد أن التصرفات زي مين من الأوروبيين على وجه التحديد، زائد أن التصرفات الكورية الشمالية اللي تتسم إلى حد كبير بالتهور ده ممكن يكون عائق أمام تطوير مثل هذه العلاقات. طيب إذا كانت الصين أو أي دور تلعبه الصين خلينا نقول في الحرب الأوكرانية، إذا كان بعض فعلا التقارير بتقول أو بتفيد أنه أنها هي التي تتوسط أو توسطت بالفعل لتقريب أو إنجاز هكذا شراكة بين كوريا الشمالية وبين روسيا، يعني أنا من وجهة نظري أن الصين يعني دورها في مثل إنجاز مثل هذه الشراكة قد يكون غير موجود، يعني أو أن هو يعني في نسبه الدنيا. الموضوع تطوير الشراكة ما بين روسيا وكوريا الشمالية في اعتقادي هو قرار من جانب البلدين بشكل أساسي. الصين لا تعارضه، لكن هي ممكن تعارض مسألة توطيد التعاون بشكل يهدد المنطقة بتاع يعني الخاصة بجنوب آسيا أو الأمن والاستقرار العالمي. يعني الصين معروف عنها أن هي كانت بتبدي حيادها من الحرب الروسية الأوكرانية، وان هي كانت غير موافقه لمساله الحرب على اوكرانيا، لكن في نفس الوقت استمرت في الحفاظ على علاقات وثيقه مع موسكو. لكن اتجاه موسكو لتوطيد تعاونها العسكري، والتوطيد ده مش بيشتمل بس على ان موسكو بتستورد اسلحه من ناحيه بيونج يانج، لكن بنتكلم على نقل موسكو لتكنولوجيا عسكريه لبيونج يانج بتسهم في ان هي تزود من القدرات النوويه مثلا او القدرات البالستيه بشكل يهدد المنطقه الخاصه في جنوب اسيا. فهذا الامر قد يثير يعني توقف او يعني تتوقف عنده الصين بشكل اللي هو لابد ان هذا التعاون يتوقف عند هذا الحد، يعني التعاون مسموح به الى الحد الذي قد يثير اي اضطراب في هذه المنطقه. طيب هل يثير اضطراب ما افصح عنه خلال هذه القمه من انه سيكون هناك تعاون في مجال الاقمار الصناعيه، وانه روسيا ستدعم هكذا مشروع حتى وان لم يذكر شكل التعاون او الشراكه في مجال الاقمار الصناعيه، هل يثير هكذا تصريح الولايات المتحده الامريكيه والغرب بشكل عام، وإلى أي مدى تحدث هذه الإثارة؟ طيب هو هنا بالفعل في مخاوف غربية من نقل تكنولوجيا عسكرية روسية إلى كوريا الشمالية، تستطيع كوريا الشمالية في هذا الإطار من تطوير قدرات نووية بتسمح بتهديد الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية أو اليابان. يعني هي لما بالتكنولوجيا العسكريه اللي ممكن توجهها ليها روسيا او روسيا المتوقعه يعني من جانب كوريا الشماليه، هيكون عندها امكانيه ان الاقمار الصناعيه اللي بيتم تطويرها توجه الغواصات او الصواريخ البالستيه بشكل يهدد هذه الدول الثلاث. فبالتالي ده هنا بنتكلم على اضطراب في هذه المنطقه. لكن هنرجع تاني لمساله مدى الاستعداد الروسي لنقل التكنولوجيا العسكرية. روسيا بيكون لديها تخوف من مسألة نقل أسرار تكنولوجيتها العسكرية. ليه التخوف من أن ممكن تتحول هذه الأسرار لمهدد ليها في يوم من الأيام؟ زائد أن هي بتخشى أيضا من تصرفات كوريا الشمالية أن هي تثير اضطراب في المنطقة، خصوصا أن هي لسه في هذه المنطقة بتجمعها علاقات طيبة مع دول أخرى مثل الهند. فبالتالي هيكون ممكن من الممكن نقل التكنولوجيا إلى حد معين بالأمر الذي تستطيع من خلاله روسيا ضبط الحركة الكورية الشمالية. طيب هذا الحد الذي تتوقعينه، يعني هل لم أو لا
يرقى إلى إحداث نوع من الارتباك لدى الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني هذا المشهد، وده هيبقى السؤال الأخير، مشهد إنه يجمع بين رئيس كوريا الشمالية والرئيس الروسي، حتى رمزية المكان اللي التقوا فيه، يتحدثون عن شراكة في مجال الأقمار الصناعية، أي رد فعل أمريكي تتوقعينه على هذا المشهد؟ يعني الرد الفعل الرسمي ان هي ان الولايات المتحده ابدت قلقها من مثل هذا التجمع، من مثل ما قد يسفر عنه هذا التجمع متعلق بصفقه اسلحه متوقعه، وان الامر قد يفرض تداعيات متعلقه بفرض عقوبات جديده على كوريا الشماليه. بس زي ما وضحنا في الاول ان مساله عقوبات ليس بالامر الجديد، وان هي قادره على التعاطي مع مثل هذه العقوبات، فهو ليس بالتهديد القوي. فبالتالي الولايات المتحدة ممكن تلجأ لاستراتيجية تانية، وهي ان هي تضغط على الصين في تقديرات، ان هي ممكن تضغط على الصين يعني لدفعها لوقف مثل هذا المسار التعاوني. لكن هنرجع هنا تاني لمسألة تقدير الصين للموقف. يعني الولايات المتحدة منذ بداية الحرب على أوكرانيا بتضغط على الصين للتأثير على روسيا لوقف الحرب الدائرة هناك، لكن ما حدث هو ان الولايات ان الصين عفوا اتجهت نحو توطيد علاقتها، استمرت في توطيد علاقتها الاقتصاديه والعسكريه مع روسيا. العسكريه هنا ليس المتعلق بان الصين بتورد اسلحه لروسيا، هذا الامر لم يثبت حتى الان، ولكن الصين استمرت في الحفاظ على مشترياتها العسكريه من جانب روسيا، وحافظت على استمرار وتيره التدريبات والمناورات العسكريه المشتركه، بل واتجهت للانخراط في مناورات مع اطراف ثالثه. يعني كان في مارس الماضي مناوره مشتركه ما بين الصين وروسيا وايران، بل تثير يعني هناك تكهنات بان كوريا الشماليه قد تتجه والاول مره ان هي تجري تدريبات او مناورات مشتركه مع روسيا، او حتى كمان مع روسيا والصين. فبالتالي مسألة التعويل على الضغط على الصين هو أمر برضو محل تساؤل، وفقا للتقدير الصيني للأمر ومدى التهديد اللي ممكن كوريا الشمالية تمارسه في المنطقة. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذة نوران عوضينا الباحثة بالمركز المصري للفكر، شرفتينا في هذه التغطية المباشرة التي وصلنا إلى نهايتها. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.